السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم طلبة وطالبات الفرقة التانية انتظام. النهاردة هنستكمل ما بدأناه المحاضرة اللي فاتت. أرجو أنكم تكونوا سمعتوها كويس واستوعبتوها. الحقيقة أنا جالي تساؤل عن الاكتناز من إحدى زميلاتكم، وتساؤل تاني عن إزاي لما الادخار بيزيد سعر الفايدة بيقل، رغم ان احنا قلنا ان العلاقة ما بين سعر الفايدة والادخار علاقة طردية. ناخد السؤال الاول الاكتناز. ايه الاكتناز؟ الاكتناز عبارة عن حجب جزء من الدخل المتاح للتصرف عن التعامل بدون عائد. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا لو انا جيت قلت لك ان لسبب او لاخر قام احد الاشخاص باقتطاع جزء من دخله لظرف او لاخر، لسبب او لاخر، ومنعه او حجبه او حطه تحت البلاطه، ما عدوش في بنك، زي مثلا الظروف اللي احنا فيها دلوقتي بتقول ايه؟ بتقول ان احنا في حاله استثنائيه، عدد ساعات العمل بيقل، ممكن البنوك ما تتعاملش بكامل طاقتها، الى اخره. طيب كويس قوي. يعني معنى هذا الكلام إذا أردت أن أحصل على سيولة من البنك في وقت ما أشاء، الحكاية دي ما أصبحتش مرنة قوي، يعني أصبح في قيود عليها. ليه؟ نتيجة انخفاض ساعات العمل، نتيجة انخفاض الطاقة البشرية اللي شغالة في البنوك، إلى آخره، في ظروف الحظر اللي احنا فيها دي. طيب ربنا يا رب يأثرها. يبقى معنى هذا الكلام إن في ظرف، أو الظرف ده هيؤدي إلى إيه؟ هيؤدي إلى إنك تروح رايح البنك واخد أو ساحب من البنك جزء من مدخراتك، حولتها إلى مدخرات بدون عائد. ليه؟ لأن خدتها من البنك خلاص، حطيتها عندك في البيت الاحتياطي. طيب يبقى الجزء من النقد ده اللي أنت كنت ممكن، أو اللي أنت حاطه في البنك وكنت ممكن تروح تسحب منه كحساب جاري مثلا إلى آخره في أي وقت من الأوقات، كان كنت ممكن تحصل، او كوديعات ممكن تحصل منها على عائد، لما سحبته وحطيته في البيت اصبح ادخار، بس ادخار بدون ايه؟ عائد. والادخار اللي بدون عائد ده بنسميه ايه؟ بنسميه اكتناز. كويس جدا. طيب يبقى اذا هنا ده معنى كلمه الاكتناز. يبقى الاكتناز معناه ايه؟ معناه حجب جزء من الدخل المتاح عن التعامل بدون عائد، مفيش عائد. كويس. الاكتناز ده موجود عند الكلاسيك؟ لا، مش موجود عند الكلاسيك. ليه مش موجود عند الكلاسيك؟ لان الاكتناز ترجمه لوظيفه للنقود ما بيعترفش بها الكلاسيك. ايه الوظيفه دي بقى؟ ان النقود مخزن للقيمه اللي بناء عليها النقود تطلب لذاتها. النقود تطلب لايه؟ لذاتها. طب هما ما اعترفوش بالوظيفه دي، امال اعترفوا بايه؟ بيعترفوا انها وسيط للايه؟ للتبادل فقط لا غير. يبقى ما عندهمش اكتناز. طيب ده بالنسبة للاكتناز. يبقى الاكتناز تاني بأكد على انه عبارة عن ايه؟ حجب جزء من الدخل المتاح للتصرف عن التعامل بدون عائد. جالي برضو سؤال او استفسار تاني من احد زملائكم بخصوص ازاي كل ادخار يتحول الى استثمار وفقا لمرونة سعر الفايدة. طيب وجزء من آلية تحويل أو تحول كل ادخار إلى استثمار بواسطة مرونة سعر الفايدة أو بآلية مرونة سعر الفايدة، جزء منه كان بيعتمد على إيه؟ بيعتمد على إن العلاقة ما بين الادخار وسعر الفايدة علاقة عكسية مش علاقة طردية، مع أننا قلنا إن العلاقة الأساسية ما بين الادخار وسعر الفايدة علاقة إيه؟ علاقة طردية وليست علاقة عكسية. ده إن شاء الله هنوضحه حالا دلوقتي بالإيه؟ بالورقة والقلم قدام حضراتكم من خلال الرسوم البيانية. نبص مع بعض كده للشكل البياني ده. رأس المال هرمز له بالرمز كي، اللي هو ده كده عبارة عن ايه؟ طلب. رأس المال اللي هو مين؟ الاستثمار. وايه كمان؟ عرض. رأس المال اللي هو مين؟ الادخار. تمام. اس. وهنا سعر الفايدة. سعر الايه ده؟ سعر الارض. سعر الايه؟ يبقى سعر الفايدة. كويس. المنحنى ده عبارة عن ايه بقى؟ المنحنى ده هو اللي بيربط ما بين سعر الفايدة ومين
وعرض راس المال اللي هو الادخار. يس. العلاقه دي علاقه ايه؟ او المنحنى ده ايه؟ موجب المال. يبقى اذا بيربط ما بين المنحنى ده بيربط ما بين سعر الفائده والمدخرات بعلاقه ايه؟ بعلاقه طرديه. كويس. طيب يعني معنى كده ايه؟ معنى كده ان لو سعر الفائده ار واحد يبقى الادخار اس واحد، سعر الفائده ار اتنين الادخار اس اتنين، يبقى سعر الفائده زاد الادخار زاد. كويس خالص. يبقى العلاقه هنا علاقه ايه؟ طرديه. العلاقه الطرديه ما بين مين ومين عشان نكون بقى يعني بنتكلم بشكل دقيق. العلاقه هنا ما بين الكميه المدخره، الكميه المدخره وسعر الفائده. العلاقه ما بين الكميه المدخره وسعر الايه؟ الفائده. يعني يعني عند سعر الفائده ار واحد الكميه المدخره قد ايه؟ اس واحد. عند سعر الفائده ار اتنين الكميه المدخره قد ايه؟ اس اتنين. كويس خالص. يبقى هنا العلاقه ما بين مين ومين؟ يعني عشان نكون بشكل بنتكلم بشكل دقيق، مش العلاقه ما بين الادخار وسعر الفائده، العلاقه بين الكميه المدخره المدخرات، مش الادخار، المدخرات. تمام؟ وايه؟ وسعر الفائده، العلاقه بين سعر الفائده والمدخرات او الكميه المدخره علاقه طرديه. علاقه طرديه. طيب كويس. طيب الادخار عباره عن ايه؟ او متى يحدث تغير في الادخار؟ مش تغير في الكميه المدخره، يبقى الكميه المدخره تتغير نتيجه ايه؟ ها؟ الكميه المدخره نتيجه تتغير نتيجه ايه؟ نتيجه التغير في سعر الفائده. زي زمان كده في التحليل الجزئي لما كنتوا بتاخدوا الفرق ما بين تغير الطلب وتغير الكميه المطلوبه. الفرق ما بين تغير العرض وتغير الكمية المعروضة. تمام؟ طيب تغير الكمية المطلوبة كان بيجي نتيجة ايه؟ نتيجة تغير السعر. وبيبقى التحرك لما السعر بيتغير بتتغير الكمية المطلوبة وبنتحرك على نفس منحنى الطلب، وبنتحرك على نفس منحنى الطلب. كذلك بالنسبة للعلاقة ما بين الكمية المعروضة والسعر. الكمية المعروضة تتغير امتى؟ لما يتغير سعر السلع. طيب يبقى سعر السلع هيتغير، الكمية المعروضة تتغير، نتحرك على نفس منحنى العرض، نتحرك على نفس منحنى العرض. كويس. نفس القصة هنا فيما يتعلق بالادخار. الكمية المدخرة تتغير امتى؟ لما سعر الفائدة يتغير. وده ياخد شكل ايه؟ ياخد شكل الانتقال من نقطة إلى نقطة أخرى على نفس منحنى الطلب زي ما أنتم شايفين. من نقطة إلى نفسه، يعني المنحنى نفسه في مكانه، ثابت في مكانه، لم يتغير. طيب امتى الطلب الادخار بقى مش الكميه المدخره، امتى الادخار يتغير؟ قال لي الادخار يتغير لو تغير احد العوامل المؤثره في خلاف سعر الفائده. خلاف سعر الايه؟ الفائده. اي عامل من العوامل المؤثره في خلاف سعر الفائده. يعني مثلا حدث نوع من التفاؤل بالنسبه للمستقبل، مثلا حدث نوع من زادت الرغبه في الاحتياط للمستقبل الى اخره. طيب نتيجة تغير أحد العوامل دي الأخرى غير سعر الفائدة هيتغير الادخار. طيب هنفترض إن هيتغير الادخار، يعني يا إما يزيد أو يقل. طب هنفترض إنه هيزيد، يبقى في هذه الحالة الادخار أو منحنى الادخار هينتقل من مكانه تماما كده أهو. يبقى تغير الادخار إلى من لو كان اس واحد ينتقل إلى اس اتنين. يبقى تغير الادخار هياخد شكل انتقال كامل للمنحنى. انتقال كامل للمنحنى يعني ونأكد على ده إزاي؟ بصوا كده. نأكد على إن سبب التغير هنا مش سعر الفائدة إزاي؟ عند سعر الفايدة R1 عند منحنى الادخار الأول كانت الكمية المدخرة قد إيه؟ S2. عند منحنى الادخار الثاني الكمية المدخرة كام؟ S شرط. الكمية المدخرة اتغيرت عند نفس إيه؟ سعر الفايدة. يبقى ما دام الكمية المدخرة اتغيرت بسبب آخر خلاف سعر الفايدة، يبقى ده معناه إن الادخار اتغير نتيجة سبب ثاني خالص غير ظاهر هنا. غير ظاهر عندي، غير سعر الفايدة يعني. غير سعر الفايده. كويس جدا. يبقى لازم كنا نبين الحكايه دي. طيب تعالى بقى نشوف الناحيه الثانيه كده الاستثمار، نشوف الناحيه الثانيه الاستثمار. يبقى هنا لو افترضت مثلا ان الكي هنا، بس انا هتكلم عن الاستثمار فقط، وهنا سعر الايه؟ الفايده. احنا قلنا المره اللي فاتت ان العلاقه ما بين الاستثمار وسعر الفايده علاقه ايه؟ علاقه عكسيه. المنحنى ده منحنى الاستثمار اهو، منحنى سالب الميل. يربط ما بين علاقة عكسية، يربط ما بين R وK، يربط ما بين سعر الفايدة والاستثمار بعلاقة إيه؟ بعلاقة عكسية. عرفت إنها إزاي إنها علاقة عكسية؟ عند R1 مثلا الكمية الاستثمار I1، عند R2 الكمية المستثمرة I2. بصوا إيه اللي حصل؟ انخفض سعر الفايدة زاد الاستثمار. طيب
لما انخفض سعر الفايدة وزاد الاستثمار انتقلنا من نقطة إلى نقطة أخرى على نفس منحنى الاستثمار. يبقى هنا العلاقة المنحنى ده بيربط ما بين مين ومين؟ بيربط ما بين سعر الفايدة والكمية المستثمرة من رأس المال. والكمية المستثمرة أو الاستثمارات أو الإيه؟ أو الاستثمارات، تمام؟ يبقى الكلام دقيق أهو. العلاقة هنا مش ما بين الاستثمار وسعر الفايدة، لا، العلاقة هنا ما بين الاستثمارات وسعر الفايدة. وفي الاستثمارات يعني الكمية المستثمرة، الكمية المستثمرة أو الكمية المستثمرة من رأس المال. كويس خالص. طيب الاستثمار ده يتغير امتى؟ يعني ايه الفرق بقى ما بين تغير الكميه المستثمره او تغير الاستثمارات وتغير الاستثمار؟ يبقى هنا في الحاله دي لازم نفهم ان تغير الاستثمارات بيجي نتيجه تغير سعر الفائده، والكلام ده بياخد شكل الانتقال من نقطه الى نقطه اخرى على نفس منحنى الاستثمار. طيب لنفرض مثلا ان حدث لسبب او لاخر غير سعر الفائده تغير الاستثمار، حدث تفاؤل بالنسبة للمستقبل، حدث زيادة في انخفاض في معدلات الضرائب مثلا إلى آخره. طيب النتيجة هتكون إيه؟ النتيجة هتكون تغير الاستثمار بقى مش تغير الاستثمارات. طب التغير الاستثمار سواء بالزيادة أو بالنقص، نفترض إنه بالزيادة، هياخد شكل انتقال منحنى الاستثمار بالكامل إلى، لو كان ده I1 يبقى ده إيه؟ I2، يبقى ده I2. علشان أأكد على ده، لو أنا خدت سعر الفايدة R1 عند المنحنى الاستثمار الأول الكمية المستثمرة كام؟ I1. كان عند منحنى الاستثمار الثاني عند نفس سعر الفايدة الكمية المستثمرة I شرطة، يبقى تغيرت الكمية المستثمرة رغم عدم تغير سعر الفايدة. رغم عدم تغير ده معناه ان الاستثمار اتغير، الاستثمار لما يتغير ياخد شكل الانتقال التام من على الانتقال التام لمنحنى الايه؟ الاستثمار. طيب تعالى بقى ندخل الاثنين مع بعض، ادي كي، الاثنين مع بعض اللي هما مين؟ الاستثمار والادخار، وادي ار، ادي الاستثمار اهو، وادي الادخار اهو، تمام كده؟ تمام، وادي نقطة التوازن اهي. عندها ايه اللي حصل؟ عندها في R1 وفي عندنا هنا K1. طيب ايه اللي حصل وفق الكلام ده او التحليل ده وفقا للنظريه الكلاسيكيه؟ انا بفكركم ان العلاقه ما بين الاستثمار والادخار تربطها او الاستثمار والادخار يحددان سعر الفائده وفقا للنظريه الايه؟ الكلاسيكيه اللي بتقول ان سعر الفائده متغير حقيقي. كويس. طيب لو انا افترضت ان لسبب او لاخر غير سعر الفائده تغير الادخار، وكانت النتيجة تغير الادخار ان تغير الادخار هنفترض انه زيادة في الادخار، زيادة في الادخار يبقى منحنى الادخار هينتقل الى اليمين بالشكل ده، اذا كان ده اس 1 يبقى ده اس 2، تمام كده؟ تمام. طيب انتقال هنا، الانتقال من اس 1 الى اس 2 يعني تغير في الادخار، تغير في ايه؟ في الادخار. تغير بالزيادة ولا بالنقص؟ تغير بالزيادة، وده ادى اليه ان انتقال المنحنى الى اليمين بالشكل ده. كويس خالص. طيب لما الادخار يزيد، يعني عرض رأس المال يزيد، عرض رأس المال يزيد، يعني معنى هذا الكلام ان عند نفس سعر الفايدة الكمية المدخرة زادت، عند نفس سعر الفايدة الكمية المدخرة زادت، يبقى سعر الفايدة هيدنه زي ما هو ولا هيقل؟ لا هيقل. لما اجي اقول لك مثلا ان العرض، عرض الطماطم في السوق زاد، عرض الطماطم في السوق زاد نتيجة مثلا زيادة محصول الطماطم، نتيجة مثلا وجود منتجين جداد للطماطم إلى آخره، يبقى عرض الطماطم زاد. هتكون النتيجة إيه؟ هتكون النتيجة إن الطماطم بقت كتير، يبقى سعر الطماطم يبدأ إيه؟ يقل، يبقى عرض الطماطم زاد، عرض الطماطم مش الكمية، عرض الطماطم زاد. فتكون النتيجة إن سعر الطماطم يبدأ إيه؟ يقل نتيجة كثرة الطماطم فين؟ في السوق. نفس القصة هنا، نفس الحكايه. لما اقول لك ان المدخر العرض بتاع راس المال زاد، يعني الادخار زاد، لما الادخار يزيد يقوم سعره يبدا ايه؟ يبدا يقل، يقوم سعره يبدا يقل. عموما العرض اذا زاد، مش الكميه المعروضه، العرض اذا زاد الكميه، العرض تاني، العرض اذا زاد من احدى السلع وراس المال سلعه، في هذه الحاله، في هذه الحالة سعر هذه السلعة يبدأ إيه؟ يبدأ يقل. وده اللي حصل، لما العرض زاد بتاع رأس المال يعني الادخار زاد، هيؤدي ده إلى إيه؟ إلى إن سعر الفايدة اللي هو سعر المدخرات يبدأ يقل. لما سعر الادخار يبدأ يقل، خدوا بالكم إنه منحنى الطلب على رأس المال اللي هو الاستثمار هو نفس المنحنى،
يبقى لما سعر الفائده ده يبدا يحصل ايه؟ الاستثمارات تبدا ايه؟ الاستثمارات تبدا تزيد، الاستثمارات تبدا تزيد نتيجه العلاقه العكسيه ما بين سعر الفائده والكميه المستثمره، مش الاستثمار، والكميه المستثمره علاقه عكسيه. يبقى لما سعر الفائده يقل ها يقوم الكميه المستثمره تبدا ايه؟ ها تبدا تزيد. يبقى الزياده التي حدثت في الادخار تحولت الى زياده في ايه؟ في الاستثمار. تحولت الى زياده في الاستثمار، يبقى تم تحويل الادخار او كل الادخار تم تحويله لايه؟ الى الاستثمار من خلال قنطره اسمها سعر الايه؟ اسمها سعر الفائده، ده وفقا للنظريه الكلاسيكيه. يبقى اللي هي خلاصتها في هذه الحاله او في هذه النقطه بتقول ايه؟ بتقول ان ما تم حجبه من دائره الانفاق والطلب الكلي بواسطه الادخار يستعاد مره اخرى او يعود مره اخرى الى دائره الانفاق والطلب الكلي بواسطه الايه؟ بواسطه الاستثمار، وبالتالي الطلب الكلي ما زال هو الطلب الكلي ثابتا، لم ينقص شيء، يساوي العرض الكلي دائما وبصوره تلقائيه، والاقتصاد متوازن تلقائي عند مستوى التوظف الكامل زي ما بيقول الايه؟ الكلاسيك. طيب ده الاستفسار الثاني، حبيت بس اوضحه بشكل مفصل علشان ما يبقاش فيه لبس عندكم فيه. نكمل بقى، احنا لغايه اللحظه عرضنا الطلب الكلي ومكوناته بعد ما دخلنا في اراء كينز او مع طرف بعد ما تبنينا النظريه الكينزيه او بعد ما دخلنا في النظريه الكينزيه اللي قالت ان الطلب الكلي هو المتغير الفاعل في النشاط الاقتصادي وهو المتغير المحدد للنشاط الاقتصادي ومستوى الدخل القومي. كويس، وعرفنا المحاضرة اللي فاتت أو في الجزء الأول من المحاضرة ديت أن الطلب الكلي إلى الآن هو طلب القطاع العائلي وطلب قطاع الأعمال. طلب القطاع العائلي هو الاستهلاك، طلب قطاع الأعمال اللي هو الاستثمار. يبقى الطلب الكلي إلى الآن وفقا للنظرية الكينزية والنموذج الكينزي عبارة عن سي زائد اي. وسي احنا كنا عارفين انها عباره عن A زائد داله الاستهلاك، يعني A زائد B1. واي افترضنا ثباتها دائما وانها مستقله او تلقائيه. وبالتالي الطلب الكلي الى الان وفقا للنموذج الكينزي في اقتصاد ثنائي القطاعات به قطاعين فقط، يعني القطاع العائلي وقطاع الاعمال. يبقى A دي بتساوي A زائد BY زائد I دوت. ده الطلب الكلي. ومن الطلب الكلي افترضنا او من الطلب الكلي قدرنا نصل الى المستوى التوازني الداخلي في ظل اقتصاد ثنائي ثنائي القطاعات، تمام، واللي كانت صيغته واي بتساوي 1 على 1 ناقص بي اي زائد اي دوت، تمام. وعرفنا ان في حاجه اسمها مضاعف الاستثمار او مضاعف الانفاق اللي هو عباره عن الجزء ده 1 على 1 ناقص بي، تمام. ولو قلنا ان احنا عندنا مصدر واحد للانفاق ممكن تغيره يؤدي الى تغير الدخل التوازني، يبقى دلتا واي على دلتا اي اللي هو الاستثمار، يعني 1 على 1 ناقص بي. يبقى 1 على 1 ناقص بي دي عباره عن مضاعف الانفاق في هذه الحاله اللي هو بالتحديد او تحديدا مضاعف الاستثمار، اللي هو مضاعف الايه؟ الاستثمار. وعرفنا معنى المضاعف الى اخره. وتاكدنا او ادينا لكم الوسيله اللي نتاكد بيها من ان الدخل التوازني اللي احنا وصلنا له هو الدخل الايه؟ هو دخل توازني بالفعل. هو دخل توازني بالفعل. وكانت الوسيله دي ايه؟ الوسيله دي نتاكد من الشرط الاخر للتوازن. وفي شرط اخر للتوازن؟ قلنا في شرط اخر للتوازن، هو مجموع عناصر الحقل بيساوي مجموع عناصر التصرف. وفي نظام او في اقتصاد ثنائي القطاعات ما فيش الا القطاعين العائلي والاعمال فقط، يبقى مجموع عناصر الحقل هي الاستثمار، عناصر التصرف اللي هي الايه؟ الادخار. وبمناسبه الادخار عرفنا ان الادخار ما هو الا الفرق ما بين الدخل والاستهلاك، او الادخار له داله ممكن نستنتجها من العلاقه ديت بتساوي ايه؟ الداله ديت عباره عن سالب ايه زائد 1 ناقص بي واي. وبنجيب الادخار، واذا ساوى الادخار عند مستوى الدخل واي، عند مستوى الدخل التوازني بنجيب الادخار وبنشوفه اذا كان بيساوي الاستثمار ولا لا. اذا كان بيساوي الاستثمار يبقى الدخل التوازني او الدخل اللي احنا وصلنا له بالفعل هو دخل ايه؟ توازن. طيب ده كان الطلب الكلي وتأثيره على مستوى النشاط الاقتصادي في ظل افتراض وجود قطاعين فقط هما القطاع العائلي وقطاع الأعمال. لكن ماذا لو أدخلنا أو لو أردنا أن نرى
تأثير قطاع العالم الخارجي على النشاط الاقتصادي. تأثير قطاع العالم الخارجي على النشاط الاقتصادي. ما هي العلاقة الاقتصادية التي تربط ما بين الدولة والعالم الخارجي؟ الحقيقة أن الدولة ترتبط بعلاقات اقتصادية مع العالم الخارجي. طيب العلاقات الاقتصادية بين الدولة والعالم الخارجي ديت عبارة عن إيه؟ قال لي جميع المبادلات التي تتم ما بين الدولة والعالم الخارجي. وإحنا عندنا أداة مهمة جدا أنتوا عارفينها وتدرسوها بتبين لنا إيه هي المعاملات التي تمت ما بين الدولة والعالم الخارجي. إيه هي الأداة دي؟ قال لي ميزان المدفوعات. كويس، يبقى إحنا دلوقتي هنعمل إيه؟ أو عايزين نشوف إيه أثر دخول قطاع العالم الخارجي على النشاط الاقتصادي. طيب الأثر ده نشوفه ازاي؟ احنا قلنا ان العالم الدولة بترتبط مع العالم الخارجي بعلاقات اقتصادية. هذه العلاقات الاقتصادية التي تربط ما بين الدولة والعالم الخارجي عبارة عن جميع المعاملات التي تتم ما بين الدولة والعالم الخارجي. طيب هذه المعاملات او هذه المبادلات التي تتم بين الدولة والعالم الخارجي يتم تدوينها او يتم حصرها في حساب. هذا الحساب اسمه ميزان الايه؟ ميزان المدفوعات. طيب ميزان المدفوعات عبارة عن حساب يتم فيه تسجيل جميع المعاملات التي تتم ما بين الدولة والعالم الخارجي بطريقة القيد المزدوج خلال سنة. يتم من خلال ايه؟ او خلال سنة. طيب هذا الحساب بيتكون من ايه؟ هذا الحساب بيتكون من 3 اجزاء. ايه الاجزاء اللي بيتكون منها؟ قال لي في الجزء الاول عبارة عن ميزان او حساب المعاملات الجارية، ميزان او حساب المعاملات الرأسمالية، والجزء الثالث ميزان عمليات الموازنة. دول ال3 اجزاء اللي بيتكون منهم ميزان الايه؟ المدفوعات. ميزان المدفوعات زي ما قلنا بيتم او فيه القيد فيه بيتم بطريقة القيد المزدوج، وهو بيتم عن سنة. بيتم عن ايه؟ عن سنة. يعني بتدون فيه معاملات عن سنة واحدة فقط. كويس. ميزان المعاملات الجارية مثلا عبارة عن ايه؟ عبارة عن الميزان الذي تدون فيه جميع المعاملات التي تمت ما بين الدولة والعالم الخارجي فيما يخص الصادرات السلعية والخدمية والتحويلات من جانب واحد الى اخره. يعني احنا يعني مش موضوعنا ان احنا نتكلم عن مكونات ميزان المدفوعات بالتفصيل، ولكن انا عايز بس اوصل الى جوهر الموضوع. يبقى صادرات واردات سلعية وخدمية وتحويلات. طيب وطيب ميزان المعاملات الرأسمالية. ميزان المعاملات الرأسمالية عبارة عن المعاملات، جميع المعاملات الرأسمالية التي تمت ما بين الدولة والعالم الخارجي سواء كانت قصيرة أو طويلة الأجل، زي استثمار أجنبي مباشر، زي قروض، زي إلى آخره. برضو ممكن ندونها أو ممكن نصنفها كصادرات واردات. يبقى في ميزان العمليات الجارية صادرات الواردات، هنا صادرات سلعية وخدمية وواردات سلعية وخدمية، ما صدرناه إلى العالم الخارجي من سلع منظورة وغير منظورة، ما استوردناه من العالم الخارجي من سلع منظورة وغير منظورة. طيب بس كده؟ لا. والتحويلات، تحويلات من جانب واحد، هي بقى التعويضات، تحويلات العاملين أو المهاجرين من الدولة أو إلى الدولة. تمام، برضو ممكن نحطها تحت بند صادرات واردات، وهقول لكم ليه احنا هنحط او هنختصر كل ده في شكل صادرات واردات. ثم التحويلات الرأسمالية قروض من الدولة الى الخارج، قروض من الخارج، اقتراض من الدولة او اقتراض الدولة من الخارج، استثمار اجنبي مباشر، قروض سواء كانت قصيرة او طويلة الاجل الى اخره. طيب برضه ممكن نصنفها تحت بند صادرات وايه؟ وواردات. طيب ليه بقى احنا ممكن نصنف كل ميزان المدفوعات صادرات وواردات؟ الصادرات ما هي الا التدفقات النقديه الدخل، والواردات التدفقات النقديه الخارج. طيب تعال نشوف الصادرات السلعيه. انا صدرت حديد وصلب أو حديد تسليح مثلا، يعني أو صدرت قطن. لما صدرت قطن تمام، حدث إن العالم الخارجي أصبح مدين لي، أو أنا أصبحت دائن للعالم الخارجي. بس الصادرات ما هي إلا الحساب الدائن في ميزان المدفوعات، الواردات الحساب المدين. كويس خالص.
طيب يبقى دي الصادرات السلعية ينتج عنها تدفقات دخل. ليه؟ ليه ينتج عنها تدفقات؟ دي التزامات العالم الخارجي نتيجة انه اشترى مني سلعة. طب والواردات العكس، انا اشتريت مثلا قمح، استوردت قمح، يبقى استيرادي للقمح ينتج عنه التزام عليا للعالم الخارجي عن تدفق نقدي خارج. كويس. طيب مثلا لو جينا في بند القروض، مثلا القروض، انا اقترضت قرض من البنك الدولي، تدفقات نقديه دخل، يبقى تخش في تحت بند الصادرات برضه تدفقات نقديه دخل، زيها زي ما اكون بالظبط صدرت سلعه. طيب انا اقرضت دوله ما قرض، تمام، يبقى اقرضت دوله تدفق نقدي خارجي عامل معامله الايه؟ الواردات. كويس. طيب استثمار اجنبي مباشر، استثمار مباشر، مستثمر اجنبي جه يستثمر في مصر، تدفقات نقديه داخل تعامل معامله الصادرات. طيب انا مستثمر مصري راح يستثمر في دوله ما اجنبيه، يبقى تدفق نقدي خارج تعامل معامله الايه؟ الواردات. يبقى معنى هذا الكلام ان احنا نقدر نلخص العمليات التي تتم ما بين الدوله والعالم الخارجي في شكل صادرات وايه؟ وواردات. صادرات وواردات. طيب الصادرات هنرمز لها بالرمز اكس، الواردات هنرمز لها بالرمز ام. كويس. ما هي الصادرات وما هي الواردات؟ الصادرات اللي هي الاكس ما هي الا طلب العالم الخارجي على المنتجات المحليه. تمام. يبقى الصادرات عباره عن ايه؟ عباره عن جزء من الانتاج المحلي او من الناتج المحلي الاجمالي، جزء من الناتج المحلي بتاعي طلب بواسطه العالم الخارجي. طب الواردات عبارة عن ايه؟ عبارة عن الطلب المحلي، الطلب المحلي على المنتجات الخارجية، على المنتجات الايه؟ الخارجية. يعني جزء من الدخل القومي بتاعي تم تحويله الى الخارج للحصول على سلع وايه؟ وخدمات، للحصول على سلع وخدمات. يبقى اذا انا عندي هنا ايه بقى؟ طلب العالم الخارجي على منتجاتي، او طلبي انا على منتجات العالم الخارجي. يبقى طلب داخل وطلب ايه؟ خارج. علشان كده بنقول ان العالم الخارجي سوف يدخل الى دائرة النشاط الاقتصادي او دائرة الطلب الكلي او يؤثر في الطلب الكلي، ومن ثم في الدخل التوازني من خلال ما يسمى بصافي الصادرات، اللي هو اكس ناقص ام. اكس ناقص ايه؟ ناقص ام. كويس. طيب يبقى معنى كده بقى الطلب الكلي اصبح ايه في هذه الحاله بعد ما دخلنا قطاع العالم الايه؟ الخارجي. الطلب الكلي عباره عن طلب ثلاث قطاعات. ايه هم؟ التأمة. كانوا قطاعين قبل كده، قبل العالم الخارجي، دلوقتي بقوا ثلاث. طلب قطاع، القطاع العائلي، زائد طلب قطاع العمل، زائد طلب قطاع العالم الخارجي. طيب نترجمهم في شكل معادلة، نترجم في شكل معادلة، نقول ايه؟ نقول ايه دي الطلب الكلي بيساوي طلب القطاع العائلي السي، زائد طلب قطاع الاعمال الاي، زائد طلب قطاع العالم الخارجي اللي هو صافي الصادرات اللي هو اكس ناقص ام. اكس ناقص ايه؟ ناقص ام. كويس. طيب الواردات، الواردات هدلناها ام زي ما هي، يعني هل هدلناها ثابته؟ يعني هنفترض انها ثابته، هي هل هي ثابته ام متغيره؟ لا، الواردات متغيره. ليه؟ ده طلبي انا، طلب الداخل على منتجات الخارج. طيب الطلب بيتحدد بايه؟ بيتحدد بما لدينا من دخل، بيتحدد بما لدينا من دخل، يعني طلبي يتحدد بدخلي، استهلاكي يعني استهلاكي بيتحدد بدخلي. تمام. برضو انا استهلاكي ده، استهلاكي ده، استهلاكي يا اما على او بستهلك سلع محليه او بستهلك سلع مستورده او الاثنين مع بعض. يبقى السلع المستورده استهلاكي ليها او طالب عليها بيتحدد بيتحدد بما لدي من دخل، بيتحدد بما لدي من دخل. كويس خالص. يبقى معنى هذا الكلام ان الواردات داله في الدخل.
طيب شكلها عامل ازاي الواردات داله في الداخل؟ يعني داله الواردات دي عباره عن ايه؟ داله الواردات شكلها عامل ازاي؟ قال لي دي داله خطي. داله خطي عامله ازاي او شكلها العام ازاي؟ ام بتساوي ام دوت زائد ام سمول واي. طيب ام دوت عباره عن الحد الادنى للواردات او الواردات عند الدخل صفر. الواردات عند الدخل ايه؟ صفر. طيب وام سمول؟ قال لي ام سمول دي عباره عن ايه؟ عباره عن ام اي. ام سمول عباره عن الميل الحدي للواردات او للاستيراد. تمام؟ الميل الحدي للواردات او الاستيراد اللي هو عباره عن ايه؟ اللي هو عباره عن التغير اللي هيحصل في الواردات نتيجه تغير في الدخل مقدار وحده واحده. مقدار ايه؟ وحده واحده. تمام؟ يبقى ام سمول عباره عن التغير في الواردات نتيجه تغير الدخل بوحده واحده. كويس خالص. ده بالنسبه للواردات. طيب الصادرات بقى. قال لي الصادرات قدامنا بخصوص حالتين. الحاله الاولى افتراض انها تلقائيه. افتراض انها ايه؟ تلقائيه. اي ايه؟ اي ثابت. تمام؟ يعني اكس زيها زي ما افترضنا ان الاستثمار ثابت قبل كده يعني تساوي اكس دوت. او ان احنا افتراض انها متغيره. تمام؟ غير ثابت. ما هياش ثابته. يعني ايه؟ يعني الصادرات داله. الصادرات ايه؟ داله. كويس. طيب احنا هنبدا كلامنا بالحاله الاولى، يعني هنبين اثر قطاع العالم الخارجي على النشاط الاقتصادي والدخل التوازني من خلال افتراض ان الصادرات ثابته. يبقى افتراض ثبات الايه؟ الصادرات. هنفترض ثبات الصادرات. طيب في الحالة ديت لما افترض ثبات الصادرات هيبقى الطلب الكلي شكله ايه بقى؟ هيبقى الطلب الكلي اهو. AD بيساوي طلب قطاع العائلي، القطاع العائلي زائد قطاع طلب قطاع الأعمال زائد الصادرات اللي احنا افترضنا ثباتها ناقص الواردات اللي احنا افترضنا انها دل. يبقى الطلب الكلي ياخد شكله شكل ايه بقى في الآخر في النهاية؟ يعني لما ابدأ اعوض عن C وعن I وعن X وعن M يبقى الطلب الكلي هيبقى عبارة عن سي دالة الاستهلاك A اللي هي عبارة عن A زائد بي واي. والاستثمار احنا مفترضين انه ثابت يبقى اي دوت. وللصادرات اهي مفترضين انها ثابتة يبقى اكس دوت. ناقص مين؟ ناقص الواردات، واحنا قلنا ان الواردات دالة. اهي الواردات دالة. تمام؟ يبقى ناقص دالة الواردات اللي هي ام دوت ناقص زائد ام سمول واي ونقفل القوس. كويس. يبقى AD بتساوي A زائد BY زائد I دوت زائد X دوت وناقص تخش جوه القوس كله يبقى ناقص M دوت ناقص M سمول Y. ده الشكل الطلب الكلي بعد دخول قطاع العالم الايه؟ الخارجي في ظل افتراض ثبات الصادرات. طيب متى يتوازن الاقتصاد؟ الاقتصاد يتوازن ازاي؟ قال لي الاقتصاد هيتوازن اما بتطبيق شرط التوازن الاول، العرض الكلي بيساوي الطلب الكلي، او بتطبيق شرط التوازن التالي اللي هو مجموع عناصر الحقل بيساوي مجموع عناصر التصرف. كويس خالص. هنمشي على باستخدام او هنبدا نطبق التوازن باستخدام الشرط الاول. العرض الكلي اللي هو بيساوي الطلب الكلي اللي احنا لسه قايلين عليه اهو بيساوي الكلام ده كله قدامي اهو. يبقى الطلب بيساوي الطلب الكلي. الطلب الكلي عباره عن يبقى A زائد BY زائد I دوت زائد X دوت ناقص M سمول Y. تمام؟ نبدأ نشتغل على الصيغة ديت. هناخد كل حد في M نوديه الطرف الأيسر وناخد الواي عامل مشترك. هتلاقوا في النهاية ان احنا بنصل الى صيغة توازنية او صيغة للدخل التوازني شكلها عامل ازاي. واي بتساوي واحد على واحد ناقص بي زائد ام في اي زائد اي دوت زائد اكس دوت ناقص ام دوت.
ده الايه الصيغه التوازنيه او صيغه الدخل الايه التوازن. اكتبها لكم بشكل اوضح اي مره ثانيه اهيت عشان بس الشغلات ديت. واي بتساوي 1 على 1 ناقص بي زائد ام. كل ده الحد ده هيتضرب في القوس اللي هو اي زائد اي دوت زائد اكس دوت ناقص ام. لاحظوا ايه اللي بداخل القوس؟ الثوابت بتاع الطلب الكلي. ثوابت الطلب الكلي اي ثوابت الطلب الكلي. تمام كده؟ دي الصيغه للتوازنيه. طيب صيغه الدخل التوازن. ناخد مثال كده ونشوف. لو انا جيت افترضت مثال بافتراض ان سي بتساوي 100 زائد 9 من 10 واي اي بتساوي 200 اكس بتساوي 700 كمان ام بتساوي 250 زائد 15 من ايوار. تمام. انا عايز الدخل التوازني وعايز اتاكد ان الدخل التوازني هو الدخل هو دخل توازني بالفعل. طيب يبقى شرط الايه؟ شرط التوازن العرض الكلي بيساوي الطلب الكلي. ومن الشرط التوازن ده وصلنا الى الصيغه صيغه الدخل التوازني هو واي 1 ناقص بي زائد ام. افتح قوس حط الثوابت في الحاله دي ايه زائد اي دوت زائد اكس دوت ناقص ام دوت. طيب بي بتساوي ايه؟ قال لي بي من المعطيات بتاعتي الميل الحادي للاستهلاك اللي هي 9 من 10. طيب وام ام سمول بتساوي ايه؟ ميل ام سمول عباره عن الميل الحادي للاستيراد افرص داله الواردات لها 15 من 100 يبقى 15 من 100. طيب ايه بكام؟ ايه ثابت الاستهلاك يطلع لي داله الاستهلاك اللي هي 100. طيب وايه كمان؟ واي اي مديها لك على طول بتساوي 200. طيب واكس برضه مديها لك على طول بتساوي 700. طيب وام دوت ام دوت ثابت الواردات من داله الواردات هتلاقيها 250 قدامك اهي يبقى 250. تبدا تعوض بده في الصيغه هتلاقي ان واي بتساوي 1 على 1 ناقص 9 من 10 زائد 15 من 100 في الثوابت بتاعتك اللي هي 100 زائد 200 زائد 700 ناقص 250. تمام. لما تيجي تحسب الحسبه دي كلها هتلاقي الدخل التوازني بتاعك طالع 3000. ده الدخل الايه؟ التوازني. انت عايز تتاكد ان الدخل ده هو دخل توازني بالفعل يبقى ترجع لمين؟ احنا قلنا ان في كام عندي؟ كام شرط توازن ممكن؟ شرطين. انا استخدمت الشرط الاول. هل لو هل الدخل التوازني يحقق الشرط الثاني ولا لا؟ ما هو المفروض ان الشرط الثاني يتحقق. طيب مجموع عناصر الحقن، انا بس عايز اقول لكم مجموع عناصر الحقن بتساوي ايه ومجموع عناصر التصرف بيساوي ايه وليه هم شرط توازن. احنا قلنا ان الشرط الاول ايه؟ الشرط الاول للتوازن العرض الكلي بيساوي الطلب الكلي. طيب العرض الكلي اللي هو مين؟ واي. والطلب الكلي اللي هو مين؟ عباره عن سي زائد اي زائد اكس ناقص ام. طيب الطلب الكلي، بص العرض الكلي هنا عباره عن ايه؟ الناتج القومي. طيب والناتج القومي الوجه الثاني له او الاسم الثاني له او المرادف له الدخل القومي. الدخل القومي، الدخل القومي في اقتصاد ثلاثي في ثلاثي القطاعات بيتوزع على ايه وايه؟ قال لي اي الدخل المتاح لينا بيتوزع على الاستهلاك وايه كمان؟ والادخار. الاستهلاك وايه؟ والادخار. هو المفروض في جزء ثاني اللي هو مين؟ اللي هو الواردات، بس الواردات موجوده في الطرف الاخر يعني. يبقى الكلام ده بيساوي، يبقى انا اشيل واي بقى واحط يبقى دي واي اهو. واي اهو يساوي ايه؟ يساوي سي زائد اي زائد اكس ناقص ام. تمام؟ كويس. السي اللي هنا دي هتروح طايره مع السي اللي هنا دي. تمام؟ يبقى الكلام ده يبقى عندي هنا ايه؟ عندي هنا اس بتساوي اي زائد اكس ناقص ام. اروح واخد الناقص دي، ناقص الام دي موديها الناحيه الثانيه. يبقى اس زائد ام بتساوي اي زائد اكس. تمام كده؟ بص كده. هنا دي اسمها ايه؟ عناصر او مجموع اهو، مجموع عناصر الحقن. وهنا
مجموع عناصر التصرف. تمام، يبقى انا جبت مجموع عناصر المفروض ان عند التوازن عندما يتساوى العرض الكلي مع الطلب الكلي يتساوى مجموع عناصر الحقن مع مجموع عناصر الايه التصرف. تمام، طيب هل ده بقى متحقق عند الدخل 3000 ولا لا؟ يبقى نبص كده عند الدخل 3000. الاول نشوف عناصر الايه عناصر الحقن. اي بتساوي ايه؟ قال لي اي بتساوي 200. طيب اس بتساوي اكس بتساوي اكس بتساوي 700. دول مديهم لي، يبقى مجموع عناصر الحقن اي، يبقى اذا اي زائد اكس بتساوي 200 زائد 700 يبقى تساوي 900. ادي مجموع عناصر الحقن. طيب تعالى بقى نشوف عناصر التصرف. عناصر التصرف اللي هي عباره عن ايه؟ اس وام. طيب اس بتساوي ايه؟ اس قال لي اس بتساوي يا اما تجيبها عن طريق ان اس ما هي الا الدخل ناقص الاستهلاك، او تجيبها من خلال التعويض في داله الادخار. داله الادخار لو نفتكر ناقص اي زائد واحد ناقص بي واي. تمام، يا اما اجيبها من هنا يا اما اجيبها من هنا. طيب تعال نشوف من هنا من الحته دي واي بكام؟ ب 3000. ب 3000 ناقص سي، وانا عندي سي، لا ما جبت السي. تمام، يبقى الكلام ده بيساوي، طيب هي سي بتساوي ايه؟ يبقى 3000 ناقص سي اللي هي عباره عن داله الاستهلاك 100 زائد 9 من 10 واي. واي اللي هو كام؟ اي واي، واي بتساوي 3000. تمام، يبقى اذا اقدر اقول ان اس بتساوي، واس بتساوي 3000 ناقص، دخل الناقص على القوس يبقى ناقص 100 وناقص 9 من 10، وتشيل الواي وتحط 3000، هتلاقي ان واي طالعه بكام؟ ب 200. يا اس طالعه بكام؟ ب 200. طيب ام داله الواردات، داله الواردات كانت 250 زائد 15 من 100 واي. واي بكام؟ برضه واي زي ما قلنا ب 3000. يبقى ام بتساوي 250 زائد 15 من 100 في 3000، هتساوي كام؟ هتساوي 700. طيب يبقى اذا اس زائد ام بتساوي اس، لسه مطلعينها ب 200 زائد ام ب 700 اهيت، يبقى بتساوي كام؟ 900. يبقى نبص كده، ها دي ايه؟ عناصر الايه؟ في التصرف. وكانت قبل كده اي زائد اكس اللي عناصر الحقن برضو بتساوي 200 زائد 700، يعني بتساوي 900. يبقى اذا مجموع عناصر الحقن بتساوي مجموع عناصر التصرف عند الدخل 3000. اذا 3000 ده دخل ايه؟ دخل توازن. طيب النقطه اللي بعد كده اللي هي ايه؟ اللي هي انا عندي الصيغه التوازنيه للدخل في هذه الحاله 1 على 1 ناقص b زائد m في الثوابت اللي هي a زائد i زائد x ناقص m دوت دوت دوت. تمام، كويس. ايه اللي يحصل لو تغير الاستثمار؟ وايه اللي يحصل لو تغير الصادرات؟ تغيرت الصادرات. وايه اللي يحصل لو تغير ثابت الواردات؟ تمام، قال لي لما اجيب سيره التغير في احد عناصر الطلب الكلي وأشوف تأثير هذا التغير على الدخل التوازني، على طول ينط في ذهني مفهوم أو فكرة المضاعف. مفهوم أو فكرة الإيه؟ المضاعف. إحنا الحقيقة عندنا هنا 3 أنواع من المضاعفات: مضاعف الصادرات، مضاعف الاستثمار، مضاعف الواردات. مضاعف الإيه؟ الواردات. طيب خلينا نقول مضاعف الاستثمار. مضاعف الاستثمار عبارة عن ايه؟ لو انا رحت جاي على الصيغة دي كده وبصيت لها قلت تغير الاستثمار، تغير الاستثمار هيؤدي الى تغير الدخل، يبقى التغير اللي حصل في الدخل جاي نتيجة تغير في الاستثمار. تغير في الاستثمار، يبقى التغير اللي حصل في الدخل جاي نتيجة تغير في الاستثمار. طب هل تغيرت البنود الاخرى؟ لا، انا قلت تغير الاستثمار بس. يبقى معنى هذا الكلام ان دلتا واي بتساوي 1 على 1 ناقص b زائد m دلتا واي. يعني ايه؟ اذا تغير الاستثمار تغير الدخل من خلال الصيغه دي.
طيب إذن الصيغة دي اسمها إيه؟ الصيغة دي اسمها مضاعف الاستثمار. اسمها إيه؟ مضاعف الاستثمار. طيب يبقى مضاعف الاستثمار دلتا واي. لو أنا قسمت الطرفين دول، بص كده، لو أنا قسمت الطرفين دول على دلتا اي، يبقى دلتا واي على دلتا اي هتساوي 1 على 1 ناقص بي زائد ام. ده اسمه مضاعف الاستثمار. طيب لو أنا جيت عملت بنفس الطريقة وقلت الصادرات هي اللي ضيرت، يبقى المضاعف اللي هيطلع اسمه مضاعف الصادرات. لو برضو دلتا واي على دلتا اكس بتساوي 1 على 1 ناقص بي زائد ام. خدوا بالكم كده، مضاعف الاستثمار هو نفسه مضاعف الاستثمار هو نفسه مضاعف الايه؟ الصادرات، لان الاثنين تاثيرهم على الدخل الكلي واحد، على الدخل التوازني واحد. طيب لو انا جيت قلت لك ان ثابت الواردات ده ضاير، ثابت الواردات ده ضاير، يبقى في مضاعف اسمه مضاعف الواردات. بس خدوا بالكم هنا ان ثابت الواردات اشارته ايه؟ سالبه. يبقى مضاعف الواردات دلتا واي على دلتا ام بتساوي سالب 1 على 1 ناقص بي زائد ام. نفس المضاعف بتاع الصادرات والاستثمار بس باشاره مخالفه، بس باشاره ايه؟ بس باشاره سالب. كويس خالص. طيب انا لو انا حابب اجيب من البيانات بتاعه التمرين اللي فات المضاعف، سواء كانت الصادرات او الاستثمار او الواردات، يبقى من بيانات التمرين السابق كان عندي بي بتساوي 9 من 10، وام بتساوي 15 من 100. يبقى المضاعف يبقى دلتا واي على دلتا ام اي بتساوي دلتا واي على دلتا اكس بتساوي 1 على 1 ناقص 9 من 10 زائد 15 من 100، يبقى بيساوي كام؟ 4. يبقى بيساوي 4. أربع إيه؟ أربع مرات. يعني إيه أربع مرات؟ قلت لكم قبل كده إن المضاعف معناه عدد مرات التغير في الدخل نتيجة تغير سابق في أحد متغيرات الطلب الكلي. يبقى معنى هذا الكلام إن مثلا لو الاستثمار زاد بجنيه الدخل يزيد بأربعة جنيه، الصادرات زادت بجنيه الدخل يزيد بأربعة جنيه، الصادرات زادت بـ2 جنيه بـ2 جنيه الدخل يزيد بأربعة في 2، وهكذا زي ما قلنا المرة اللي فاتت. طيب لكن الواردات بقى مضاعف الواردات دلتا واي على دلتا ام هيساوي 4. 4 ولا سالب 4؟ لا سالب 4، لان انا قلت لكم ان الواردات تؤثر على الدخل التوازني ولكن تاثير سلبي، بتاثر على الدخل التوازني لكن تاثير ايه؟ سلبي. معنى الكلام ده ايه؟ معنى الكلام ده ان الواردات الثابته لو زادت بجنيه الدخل يقل ب 4 جنيه، الواردات زادت ب 2 جنيه الدخل يقل ب 4 في 2، الواردات زادت ب 100 جنيه الدخل يقل ب 100 في 4 او 4 في 100 وهكذا. طيب ده صيغ المضاعف. طيب لو انا جيت قلت لك في التمرين السابق، في التمرين الايه؟ السابق، ما اثر زيادة الاستثمار بمقدار 400 على الدخل التوازني؟ في أثر زيادة الدخل بمقدار الاستثمار بمقدار 400 على الدخل التوازني؟ أنا قلت لك حالا إن الزيادة تغير. لما أجي أجيب سيرة تغير أحد متغيرات الطلب الكلي على الدخل التوازني، يبقى على طول لازم أتكلم عن أو يخش على طول في الكلام مفهوم المضاعف، يخش في الكلام على طول مفهوم الايه؟ المضاعف. يبقى دلتا اي بتساوي 400، تمام؟ يبقى الدخل التوازني هيحصل له ايه؟ الدخل التوازني هيتغير. هيتغير بكام؟ ما نشوف الكلام ده. أنا عارف إن مضاعف الاستثمار بيقول دلتا اي، دلتا واي على دلتا اي بتساوي 1 على 1 ناقص بي زائد ام. في المثال ده لما عوضنا في قيمة المضاعف، المضاعف ده طلعت قيمته بكام؟ بأربعة. طيب يبقى احنا عرفنا على طول ان التغير في الدخل اللي هو مضاعف الاستثمار، التغير في الدخل نتيجة التغير في الاستثمار بيساوي 1 على 1 ناقص بي زائد الام. لما اجي اعوض عن البي بتسعة من عشرة من الحد الاستهلاك وعن الام 15 من 100 من الحد الاستيراد، هلاقي ان قيمة مضاعف الاستثمار بيساوي كام؟ بيساوي 4. يبقى دلتا واي على دلتا اي بيساوي كام؟ بيساوي 4. يبقى اذا اقدر اقول ان دلتا واي
بتساوي 4 في دلتا اي، وبناء على 4 في دلتا اي بكام؟ زيادة مقدارها 400. يبقى التغير اللي هيحصل في الدخل نتيجة تغير الاستثمار بالزيادة مقدارها 400 هيساوي 1600. وبناء عليه الدخل التوازني الجديد بيساوي الدخل القديم اللي هو كان 3000 لو تفتكروا زائد 1600. يبقى الدخل التوازني الجديد بيساوي 4600. كويس خالص. طيب ما قيمة المتغيرات الاقتصادية عند الدخل التوازني الجديد عند الايه؟ ال 4600. احنا عندنا المتغيرات الاقتصادية سي واس في الحالة دي، في حالة هذا النموذج او في حالة الاقتصاد ثلاثي القطاعات او الاقتصاد المغلق ثلاثي الاقتصاد ثلاثي القطاعات بيتكون من القطاع العائلي والقطاع وقطاع الاعمال وقطاع العالم الخارجي، يبقى سي واس واي واكس وام. طيب السي بكام؟ الاس بكام؟ الاي بكام؟ الاكس بكام؟ الام بكام؟ السي الداله بتاعتنا بتقول ايه؟ داله الاستهلاك بتقول انه يساوي 100 زائد 9 من 10 واي. والادخار عبارة عن ايه؟ عبارة عن الدخل الجديد ناقص الاستهلاك، الدخل ناقص الاستهلاك. واي اي كان 200 واصبح وزاد ب 400 واصبح 600. واكس احنا قلنا انه ثابت ومقداره 700. وام بيساوي 250 زائد 250 زائد 15 من 100 واي. طيب نعوض عن واي او نجيب بقى قيم المجاهيل اللي عندنا. يبقى هنبص اللي عندنا سي الدخل كام؟ نفتكر دايما الدخل كام؟ الدخل التوازن الجديد كام بعد زيادة الاستثمار؟ اصبح بيساوي 4600. طيب يبقى سي بتساوي 100 زائد 9 من 10 في 4600. لما نيجي نحسبها تطلع 4240. 4240. كويس خالص. وممكن اجيبه بطريقة تانية، اجيبه ازاي؟ سي الجديدة عبارة عن سي القديمة، تمام، سي القديمة زائد التغير اللي حصل في سي، التغير اللي حصل في سي. طيب سي القديمة لو نفتكر كانت 2800 زائد التغير اللي حصل في سي عبارة عن الميل الحادي للاستهلاك في مصدر التغير في الاستهلاك اللي هو دلتا اي. ما هو الاستهلاك يتغير نتيجة تغير الدخل، الدخل اللي تغير نتيجة تغير الاستثمار. يبقى برضو لما نيجي نحسبها 2800 زائد بي بتسعة من عشرة في التغير اللي حصل في الدخل اللي هو 1600 برضو يطلع 4240. تمام كويس. طيب الاستهلاك للادخار، قال الادخار عبارة عن الدخل مطروح منه الاستهلاك. الدخل كام الجديد؟ 4600 ناقص الاستهلاك كام؟ 4240. يبقى ده يساوي 360. ده الادخار. كويس. طيب مين اللي مجهول كمان عندي؟ الواردات. الواردات قلنا انها عبارة عن 250 زائد 15 من 100 في واي. واي الجديدة اللي هي 4600. 4600. يبقى الكلام ده بيساوي لما نيجي نحسبها كده تلاقيها هتطلع عندي 940. 940. كويس خالص. طيب يبقى انا بقى عايز اتأكد ان الدخل، هل الدخل اللي هو 4600 ده توازني ولا لا؟ توازني ولا لا؟ طيب علشان اعرف اذا كان توازني ولا لا اطبق الشرط اللي بيقول ان المفروض عند الدخل التوازني مجموع عناصر الحقل بيساوي مجموع عناصر التصرف. طيب عناصر الحقل مجموعها، مجموع عناصر الحقل، ايه عناصر الحقل؟ الاستثمار والصادرات، مجموعهم يعني هجمع الاثنين على بعض. طيب الاستثمار احنا قلنا في الحاله دي كان 200 وزاد ب 400 بقى 600. والصادرات ثابته ومقدارها كام؟ 700. يبقى 1000 وايه؟ ادي مجموع عناصر الايه؟ الحقل. طيب عناصر التصرف عباره عن الادخار زائد الواردات. الادخار زائد الواردات بيساوي الادخار، لسه جايبين الادخار حالا ب 360 اهو. تمام؟ زائد الواردات لسه جايبينها برضو حالا اهي بكام؟ ب 940. تمام؟ يبقى هلاقي الاثنين مجموعهم بيساوي 1000 وايه؟
و300، يبقى 1300 مجموع عناصر التسرب، 1300 مجموع عناصر الحقل، يبقى اذا الدخل ما دام الاثنين متساويين بالشكل ده يبقى الدخل اللي عنده حصل هذا التساوي ده دخل ايه؟ ده دخل التوازن. طيب السؤال بقى دلوقتي، ميزان المدفوعات في الحاله اللي احنا فيها دي، ميزان المدفوعات حالته ايه لو نفتكر، او لو عايزين نعرف يعني ما هي حاله ميزان المدفوعات؟ حالة ميزان المدفوعات يعني ايه؟ حالة ميزان المدفوعات يعني هل الميزان متوازن؟ هل الميزان به فائض؟ هل الميزان به عجز؟ تمام. اللي اقصده بالحالة هنا او بحالة ميزان المدفوعات يعني الحالة الاقتصادية لميزان المدفوعات. الحالة الايه؟ الاقتصادية وليست الحالة الحسابية. هو في فرق ما بين التوازن الحسابي، في عندنا حالتين للتوازن في ميزان المدفوعات، في حالة التوازن الحسابي وحالة التوازن الاقتصادي. ميزان المدفوعات من الناحية الحسابية متوازن دائما، متوازن دائما. ليه؟ قال لأن ميزان المدفوعات بيتم التسجيل فيه بطريقة القيد المزدوج، يعني كل عملية بيتم إدراجها مرتين، مرة في الجانب الدائن ومرة في الجانب المدين بنفس القيمة. وبالتالي لما نيجي نشوف أو لما نيجي نعرف أو لما نيجي نجمع في النهاية، ما دام كل عملية أو كل مبادلة تم قيدها مرتين، مرة دائن ومرة مدين، يبقى في النهاية خالص الرصيد النهائي من الناحية الحسابية في ميزان المدفوعات صفر، يعني ميزان المدفوعات متوازن من الناحية الحسابية. لكن من الناحية الاقتصادية ميزان المدفوعات قد يكون متوازن، قد يكون به فائض، قد يكون به ايه؟ قد يكون به عجز. ولما بكلمك وبسألك وبقول لك حدد لي حالة ميزان المدفوعات، يبقى اقصد به الحالة الاقتصادية لميزان المدفوعات. بقصد به الحالة الاقتصادية لميزان المدفوعات. لو رمزنا للحالة الاقتصادية لميزان المدفوعات بالرمز بي بي، يبقى البي بي بيساوي حالة ميزان المدفوعات من عجز أو فائضة أو توازن. تتحدد إزاي؟ أروح واخد الصادرات وأطرح منها الواردات. كويس. طيب الصادرات عندي في الحالة الأخيرة كام؟ الحالة الصادرات كانت 700. طيب بعد إيه؟ أنا أقصد بالحالة الأخيرة إيه؟ بعد زيادة الاستثمار. الواردات لما جينا حسبناها طلعناها 940. يبقى معنى هذا الكلام ان رصيد ميزان المدفوعات او حالة ميزان المدفوعات بتساوي سالب 240. سالب 240 ما سالب دي معناها ان ميزان المدفوعات به عجز. يعني ايه؟ يعني الصادرات عجزت عن تغطية الواردات بما مقداره 240. الصادرات عجزت عن تغطية الواردات بما مقداره كام؟ 240. والحقيقة ان ال 240 دي عبارة عن الزيادة اللي حصلت في الواردات فقط بعد تغير الاستثمار. ليه؟ لان الصادرات مفترضين انها ثابته. يبقى بافتراض ثبات الايه؟ الصادرات مع تغير الواردات بالزياده نتيجه زياده الدخل الناتج عن زياده سابقه في الاستثمار بما مقداره 240، يبقى اذا ال 240 دي اللي هي الزياده في الواردات ستمثل او مثلت بالفعل العجز في ميزان الايه؟ في ميزان المدفوعات. طيب اللي احنا شفناه لغاية دلوقتي هو حالة افتراضنا او تأثير القطاع الخارجي على النشاط الاقتصادي او على المستوى التوازني للدخل. ده بافتراض ان الاقتصاد به صادرات مستقلة. به صادرات ايه؟ مستقلة. يعني صادرات لا تلقائية، صادرات لا تتأثر بالتغيرات، صادرات غير متغيرة. تمام. لكن في الوقت الحالي احنا هنسقط الفرض ده وهنكون واقعيين أكثر وهنقول أن الصادرات متغيرة. متغيرة. الصادرات مالها؟ متغيرة. أو هنقول كده هو بمعنى أدق يعني بافتراض أن الصادرات متغيرة. الحالة دي الحقيقة بنسميها حالة ردود أفعال العالم الخارجي. يعني ايه حالة ردود افعال العالم الخارجي؟ يعني العالم الخارجي يتأثر بما يحدث في المتغيرات الاقتصادية المحلية. العالم الخارجي بيتأثر بما يحدث في المتغيرات الاقتصادية المحلية. عظيم. طيب
في الوضع ده أو في الوقت ده أنا عايز نشوف يعني إزاي بيتأثر العالم الخارجي بما يحدث في المتغيرات الخارجية المحلية. طيب احنا هنفترض دلوقتي بفرض أن لدينا دولتين A و B، عندنا دولتين بس. طيب في الحالة دي لو أنا افترضت وقلت أن الاستثمار بتاع الدولة A زاد، نمشي مع بعض كده واحدة واحدة عشان أوريكم أو أفهمكم إزاي في ردود أفعال وإزاي المتغيرات الخارجية تتأثر بما يحدث من تغيرات في المتغيرات المحلية، ثم تعود التغيرات الخارجية وتؤثر في المتغيرات المحلية بعد كده وهكذا. طيب الدولة A زاد فيها الاستثمار، لما يزيد الاستثمار في الدولة A يبقى دخل الدولة A هيزيد، لما دخل الدولة A يزيد هيزيد بإيه؟ بالمضاعف. لما دخل الدولة A يزيد يقوم الواردات بتاعة الدولة A تزيد، لأن العلاقة ما بين الواردات والدخل علاقة طردية دالة الواردات، تمام؟ طيب لما الدخل أو الواردات بتاعة الدولة A تزيد، احنا استوردنا الواردات دي منين؟ من الدولة B، يبقى الصادرات بتاعة الدولة B زادت. ليه؟ لأن صادرات، ودي مهمة جدا جدا، واردات الدولة A هي نفسها صادرات الدولة B. يعني أنا هاجي لك هنا كده أهو أقول لك إيه، علاقة مهمة جدا، واردات الدولة A هي نفسها صادرات الدولة B. طيب نرجع هنا تاني، لما صادرات الدولة A الدولة B تزيد، ده يؤدي إلى إيه؟ يؤدي إلى أن دخل الدولة B يزيد برضو بالمضاعف. دخل الدولة بي بيزيد، لما دخل الدولة بي يزيد يقوم واردات الدولة بي تزيد برضو دالة ايه؟ دالة الواردات. طيب لما واردات الدولة بي تزيد يبقى صادرات الدولة ايه هتزيد، صادرات الدولة ايه هتزيد. يبقى ناخد بالنا كده، واردات الدولة بي لما تزيد يبقى صادرات الدولة A تزيد. ليه؟ لأن واردات الدولة B هي صادراتي لها، هي واردات الدولة B مني هي صادراتي أنا للدولة B. يعني أقدر أقول أن صادرات الدولة A هي نفسها واردات الدولة B، تمام؟ العلاقتين دول مهمين جدا. يبقى أفهم من كده، خدوا بالكم بقى، الاستثمار بتاع الدولة A لما تغير أدى في النهاية إلى تغير صادرات الدولة ايه عن طريق التغيرات اللي حصلت في الدولة بي. يبقى إذن هنا الصادرات في الدولة ايه ليست مستقلة وليست ثابتة وليست تلقائية في هذه الحالة. طيب عايز أعرف بقى في هذه الحالة كيف يؤثر أو كيف يؤثر قطاع العالم الخارجي على الايه، على النشاط الاقتصادي للدولتين ايه وبي. طيب لما أشوف كده في الدولة ايه شرط التوازن في الدولة ايه، شرط التوازن في ايه؟ العرض الكلي بيساوي الطلب الكلي، يعني دخل الدولة ايه اللي هو العرض الكلي بيساوي استهلاك الدولة ايه زائد استثمار الدولة ايه زائد صادرات الدولة ايه ناقص واردات الدولة ايه. طيب انا اقدر اعيد كتابتها كده، بصوا واي ايه بيساوي سي زي ما هي اهي زائد اي زي ما هي اهي زائد، بصوا بقى اكس ايه هي نفسها مين؟ ام بي، يبقى ممكن اشيل اكس اي واحط ام بي انا، تمام؟ ناقص ام اي زي ما هي، واعتبر ان المعادله دي المعادله رقم ايه؟ رقم واحد. طيب برضو بنفس الكلام في الدوله بي، في الدوله بي شرط التوازن واي بي بيساوي نفس القصه سي بي زائد اي بي زائد اكس بي ناقص ام بي، تمام؟ وارجع هنا ابص كده اكس ايه اكس بي اكس بي اي بتساوي ايه، بتساوي ام اي. يعني انا ممكن اكتب او اعيد كتابه المعادله بتاعه الدوله او شرط التوازن بتاع الدوله بي، يبقى واي بي زائد بيساوي سي بي زائد اي بي زائد ام اي، تمام؟ اشيل اكس بي واحط ام اي زائد ام بي، واعتبر المعادله دي معادله رقم ايه؟
رقم 2. من المعادلة رقم 2 والمعادلة رقم 1 أقدر أصل إلى معادلتين في صورة أكثر أو صورة تطبيقية أكثر، يعني يبقى هوصل لمعادلتين أو معادلتين على الشكل التاني. يعني مش عايز أوريك أو مش عايز أتعبك وأقول لك إزاي بنوصل أو أمشي الخطوات بتاع الوصول، لكن هنصل في النهاية إلى أن إيه؟ داخل الدولة إيه؟ داخل الدولة إيه بيساوي؟ هتعمل شرطة كسر كبيرة كده وتفتح قوس، وهنحط الثوابت اللي هي عبارة عن A زائد I، A زائد M O P، خد بالك B ناقص M O A، وبعدين تقفل القوس وبره القوس تضيف M B Y B تحت في المقام، واحد ناقص B A زائد M A، ودي هنعتبرها من واحد. طيب من 2 اللي قدامي دي اقدر اوصل الى صيغة بنفس الطريقة، الى صيغة على نفس النسق ده، يبقى Y P هتساوي برضو شرطة كسر كبيرة جوه او فوق في المقام في البسط، هيبقى كوس هنحط فيه الثوابت A P زائد I P زائد، بص كده بص ها، M O A ناقص M O B، خدوا بالكم ان دي ده هي A تمام، وهنقفل القوس ونضيف برا ها قارن كده، تبقى هنا ايه M A Y A في المقام، يبقى واحد ناقص B B زائد M B، دي هتبقى من ايه من 2. يبقى من 1 وصلنا للصيغة ديت، ومن 2 وصلنا للصيغة دي، يبقى الصيغة دي هتديني معادلة، الصيغة دي هتديني معادلة تانية خالص. هنحل المعادلتين مع بعض. ليه نحل المعادلتين مع بعض؟ لان دخل التوازني لA والدخل التوازني لB نتيجة وجود ردود افعال بيتحددوا، الدخلين بيتحددوا في ضوء بعضهما البعض، بعضهما البعض. ليه؟ لان في ردود افعال في حلقة من التأثر والتأثير، التأثير المتبادل ما بين الدولتين، وبالتالي لا يمكن ان يتحدد دخل توازني لدولة بدون الدخل التوازني للدولة الاخرى، وبناء عليه بيبقى عندنا معادلتين يمكن ان نصل منهما الى قيم الدخلين التوازنيين للدولتين. يعني على سبيل المثال لو انا جيت قلت لك في التمرين اللي احنا عندنا ده اللي احنا ماشيين عليه من شوية، لو انا قلت لك مثلا ان انا عندي بيانات للدولة A، بيانات للدولة B، بيانات الدولة AC بتساوي 100 زائد 9 من 10 Y، وM بتساوي 250 زائد 15 من 100 Y، وI بيساوي 200، ده في الدولة A. طيب في الدولة B C بتساوي 100 زائد 8 من 10 واي، ام بتساوي 100 زائد 3 من 10 واي، اي بيساوي 300. انا عايزك تجيب لي الدخل التوازني في الدولة A والدخل التوازني في الدولة B. طيب نجيبهم ازاي؟ احنا عندنا الصيغتين اللي انا لسه بتكلم معاك بخصوصهم دلوقتي حالا، اهم الصيغتين اهم، هنعوض في الصيغة دي ونعوض في الصيغة دي عن ايه؟ بالوفقة للبيانات المدهالي في معطيات التمرين. طيب تعال نعوض او نشوف الصيغة الاولى، صيغة الدخل التوازني للدولة A هيساوي ادي شرطة الكسر، وهنفتح القوس نحط ايه جوه القوس؟ الثوابت اللي قدامنا دي، ايه هي الثوابت؟ AA فين؟ AA اللي هي 100، يبقى 100 زائد IA اللي هي كام؟ 200 زائد ال القيمة اللي بعد كده اللي هو ثابت واردات، اي بص ثابت واردات الدولة B، فين الدولة B؟ ادي الدولة B، فين ثابت الواردات بتاعها؟ ادي 100 تمام، ناقص ثابت واردات الدولة A، فين ثابت واردات الدولة؟ 250 تمام. وهنقفل القوس
زائد ام ايه، فين ام ايه اللي هي الجزء ده، تمام؟ يبقى 15 من 100، 15 من 100 واي ايه على ايه تحت، على 1 ناقص الميل الحد للاستهلاك للدولة ايه اللي هو 9 من 10، زائد الميل الحد للواردات للدولة ايه برضو، يبقى 15 من ايه من 100، يبقى واي ايه هتوصل او هوصل منها او هوصل من القصة دي كلها من الصيغة دي بعد الحساب، يبقى واي ايه بتساوي 600 زائد 1.2 واي واي ايه، دي واي بي، دي واي ايه، واي ايه ولا واي بي، ها واي ايه ولا واي بي دي، لا احنا غلطنا كده، نرجع للصيغة تاني. بص اي واي ام بي واي بي، يبقى دي كده غلط، دي كده تبقى كام المفروض، دي وام بي واي بي، يعني التلاتة من اي ام بي واي بي، التلاتة من 100 واي بي، يبقى هنا يطلع عندي واي اي بتساوي 600 زائد 1.2 واي بي، واي بي دي هنعتبرها المعادلة رقم ايه، رقم 1. وبنفس الطريقة الواي بي بتساوي شرطة كسر كبيرة، فين الصيغة؟ اهي الصيغة، اهي الصيغة قدامي اهي، تمام؟ يبقى الكلام ده بيساوي قوس اهو اي اي، فين اي اي، اي بي، اي بي اللي هي كام، 100 زائد استثمار الدولة بي 300 زائد واردات او ثابت واردات الدولة اي، الدولة اي اللي هي كام، 250، وبعدين ناقص ثابت واردات الدولة، الدولة العكسية بقى، الدولة دي ثابت واردات الدولة ايه، دي هنا ثابت واردات الدولة بي كام، كام فين ثابت واردات الدولة بي، ها كام هنا، 100، يبقى ناقص 100، تمام؟ واقفل القوس، والمفروض بعد نهاية القوس هنا يبقى في زائد، زائد ايه، زائد ام اي واي اي، ام اي واي اللي هي 15 من 100 واي اي، تحت في المقام 1 ناقص بي بي اللي هي 8 من 10، زائد ام بي اللي هي 3 من 10. لما نيجي نحسب بقى بعد ما كتبنا، يبقى واي بي بتساوي كام، 1100 زائد 3 من 10 واي اي، دي المعادلة رقم ايه، رقم 2. بنحل المعادلة رقم 2 مع المعادلة رقم 1، يعني المعادلة دي هنحلها مع المعادلة دي، هنقدر نوصل الى واي ايه وواي بي. طيب نحلهم مع بعض ازاي؟ ما هنقول كده مثلا، يعني واي اي اللي هي دي بتساوي 600 زائد 1.2 واي بي، اي الواي بي بتساوي ايه، بتساوي الكلام ده، يبقى افتح قوس هنا، يبقى 1100 زائد 3 من 10 واي اي. لما اجي احسب الحسبة دي هلاقي ان انا عندي واي اي، واي اي هنا في الجانب الايمن، واي اي هنا في الجانب الايسر، هلاقي ان واي اي هتساوي كام؟ هتساوي 3000، تمام؟ طيب اخد الواي اي اللي هي ب 3000، ده الواي اي ب 3000، واعوض بيها في الداله 2 او في المعادله 2 اللي قدام دي بالشكل ده، يبقى عندي واي بي هتساوي 1100 زائد 3 من 10، اشيل واي اي واحط 3000، يطلع عندي 2000، يطلع عندي كام؟ 2000. يبقى انا كده حسبت الدخل التوازني للدولة ايه، طلع 3000، حسبت الدخل التوازني للدولة بي طلع ايه، طلع 2000، تمام؟ ده الدخلين التوازنيين في حالة ردود الايه، الافعال. طيب عايز اجيب المتغيرات الاقتصادية للدولتين ايه وبي، ده ان شاء الله هنشوفه مع بعض المحاضرة اللي جاية بإذن الله. يبقى احنا النهاردة بحمد الله قدرنا ان احنا نكتشف ازاي قطاع العالم الخارجي بيأثر على مستوى النشاط الاقتصادي. وصلنا في النهاية او شفنا حالتين، الحالة الاولانية لما افترضنا فيها ثبات الصادرات واعتبرها صادرات تلقائية، متجاهلين تماما التأثيرات المتبادلة ما بين الدولة والدولة الاخرى، وبعد كده اسقطنا الفرض ده وكنا اكثر واقعية، وشفنا ازاي النشاط الاقتصادي للدولة ممكن يتأثر بلحاء عمليات التأثير والتأثر أو التأثير المتبادل ما بين الدولتين في سلسلة من العمليات المتبادلة فيما يتعلق بأخذ ردود أفعال العالم الخارجي في الاعتبار. الحقيقة اللي يهمني في الموضوع أن إزاي أقدر أقارن ما بين تأثير وجود العالم الخارجي وعدم وجوده، إزاي أقدر أقارن ما بين تأثير العالم الخارجي على النشاط الاقتصادي في ظل افتراض ثبات الصادرات أو في ظل عدم ثباتها،
ده اللي احنا كنا عايزين نعرفه. المحاضرة الجاية ان شاء الله بإذن الله ان كان لنا عمر هنبدأ نكمل مع بعض ونشوف ايه مضاعف الاستثمار في ظل وجود ردود افعال، وايه تأثيره، وايه الفرق ما بين فعالية العناصر المكونة للطلب الكلي في حالة وجود ردود افعال وفي حالة عدم وجود ردود افعال. ان شاء الله بإذن الله ان تيسر لنا سيكون ده موضوع او بداية المحاضرة اللي جاية ان شاء الله. اتمنى لكم كل التوفيق، اتمنى لكم من الله ان يحفظكم جميعا، ونشوفكم ونتقابل بكل خير باذن الله المحاضره اللي جايه. الى اللقاء، والسلام عليكم ورحمه الله.